بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبابي تلاميذ الصف الأول الابتدائي من مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، أسرة وقسم الرياضيات يحييكم مع درس جديد من الدروس المصورة لمادة الرياضيات مع معلمكم حامد المغازي. عنوان درسنا لهذا اليوم يا أبنائي هو استعمال الوحدات لقياس الطول، وهو من دروس الوحدة الثانية عشر قياس الطول. وقبل البدء يا أبنائي، معك كتاب الرياضيات وقلم قلمك الرصاص وبعض المحسوسات أو المكعبات أو مشابك الورق أو غير ذلك من الأشياء التي سنستخدمها في قياس الطول إن شاء الله. وهدفنا لهذا اليوم من هذا الدرس هو أن يقيس الطالب طول بعض الأشياء باستعمال المكعبات التركيبية. انظروا يا أبنائي، أستعمل عددا من نفس الشيء، هذا لقياس طول شيء أطول منه. أضع كل من الشيء الأقصر بحيث يلتصق طرف أحدها بطرف آخر، والطرف الآخر يمثل الشيء الأقصر وحدة قياس الطول. هذه يا شباب أخذناها من قبل، ممكن نستخدم شيء آخر اللي هو القياس الغير مباشر، كنا نستخدم الخيط أو الحبل أو شريط لقياس طول بعض الأشياء ونعرف الأطول والأقصر. اليوم يا أصدقائي نستخدم عددا من نفس الشيء لقياس طول شيء أطول منه. أضع كل من الشيء الأقصر بحيث يلتصق طرف أحدها بطرف الآخر، يمثل الشيء الأقصر وحدة قياس الطول. انظروا يا أبنائي، هنا هذا القلم قمنا بقياسه بالمكعبات. طول هذا القلم، قلم التأشير هذا أمامكم، طوله الآن 4 مكعبات. هيا بنا نتعرف على بعض الأشياء وبعض الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الأبناء حتى ننتبه إليها يا أصدقائي. الآن القلم الذي أمامي، هل هذه الطريقة صحيحة يا أبنائي؟ هل هذا القلم طوله 3 مكعبات؟ ها؟ لا، ليس كذلك. لماذا يا أصدقائي؟ لأن في فراغات بين المكعبات يا أبنائي. أحسنتم. انظروا أيضا إلى هذا القلم. ها؟ 1، 2، 3. هل هذا القلم طوله 3 مكعبات يا أبنائي؟ ها؟ لا، أحسنتم. لماذا؟ لأن المكعبات بعيدة عن بعضها البعض، يوجد فراغ بين كل مكعب ومكعب، إذن هذه الطريقة طريقة خاطئة. طيب، أيضا هذه الطريقة التي أمامكم، هل هذه الطريقة أيضا طريقة صحيحة؟ هل طول هذا الشيء عندي 1، 2، 3، 4، 5؟ لا، أحسنتم. لماذا؟ لأن المكعبات متداخلة في بعضها البعض. أحسنتم، بارك الله فيكم. انظروا الآن إلى هذا القلم. ها؟ يلا نعد، 1، 2، 3، 4، 5. هل طول هذا القلم 5 مكعبات يا أبنائي؟ لا، مثل ما قلت لكم منذ قليل إنها متداخلة، إذن هذا خطأ، هذه المكعبات متداخلة. وسنرى بعد قليل الطريقة الصحيحة التي يمكن أن نقيس بها طول الشيء من خلال المكعبات أو المشابك أو أي شيء آخر. أحسنتم. انتبهوا الآن يا أصدقائي إلى الطريقة الصحيحة. الأشياء اللي مرت علينا منذ قليل
كانت خطأ. هيا بنا ننظر إلى الطريقة الصحيحة. هذا القلم أمامي، هيا بنا نعد. 1 2 3 4. الآن المكعبات ملاصقة لبعضها البعض وليست أيضا متداخلة. إذن طول هذا القلم، الطول الصحيح لهذا القلم بالمكعبات هو كم مكعب يا أصدقائي؟ 4. أحسنتم. انظروا، أيضا لا أترك فراغات ولا أجعل المكعبات تتداخل، وإلا لن يكون قياسي صحيحا كما قلت لكم منذ قليل. الآن كل طالب يقيس طول قلم الرصاص بالمكعبات، وأريد أن ألفت انتباهكم إلى شيء مهم أيضا يا أصدقائي. بعض الأولاد قد يقيس طول القلم، ممكن بعض الأولاد عنده مكعبات كبيرة وبعض الأولاد عنده مكعبات صغيرة حجمها صغير، وبعض الأولاد عنده مكعبات حجمها متوسط. القياس قد يختلف حسب حجم المكعبات، فانتبهوا. بعض الأولاد قد يكون حل معنا في المدرسة، ونحن تدربنا على ذلك أيضا وطبقت أمامكم بطريقة عملية، وعندنا مكعبات في المدرسة بأحجام مختلفة. بعض الأولاد أو بعض الآباء والأمهات يقولون الحل في الكتاب غير الحل هنا، حسب المكعب وحسب حجم المكعب يا أصدقائي. بارك الله فيكم. والآن نتعرف سريعا على مصطلحات هذا الدرس. المصطلح الأول القياس، أي نقيس بالمكعبات، وقد نقيس بالمشابك أو أي أشياء أخرى. هذه نسميها وحدة قياس الطول، هنا المكعبات، وعندي في الكتاب أيضا موجود مشابك الورق. والآن ننتقل إلى هذه الفقرة سريعا، فقرة أعبر عن فهمي، صفحة 306. السؤال: لماذا يجب أن أحاذي الطرف الأيسر من المكعبات مع الطرف الأيسر من القلم؟ لماذا يا أصدقائي؟ من يقول؟ نعم، إذا لم أحاذي القلم والمكعبات فسيكون قياسي غير صحيح. انتبهوا لهذا الشيء جيدا، بارك الله فيكم. والسؤال الأساس في هذا الدرس وهذه الوحدة: كيف نستعمل مكعبات تركيبية لقياس طول شيء ما؟ ننتقل إلى تدرب موجه، هيا بنا يا أبنائي سريعا، صفحة 306 أيضا. أمامي دباسة، أستعمل المكعبات لقياس طول هذه الدباسة، هيا بنا. 1 2 3 4. 4، إذن هذه الدباسة طولها كم مكعب يا أصدقائي؟ 4 مكعبات. طيب، بعض الأولاد قد يقيس، قد تكون دباسة كبيرة عندك أكبر من هذه، وقد تكون دباسة أصغر. إذن طول الشيء يختلف حجمه، وأيضا الشيء اللي نقيس به بالمكعبات حسب حجمها أيضا، انتبهوا. نعم، التدريب الثاني أيضا، هذه الممحاة نقيس طولها كم يا شباب؟ 1 2، طولها 2. وبعض الأولاد قد يكون عنده مكعبات صغيرة، قد يكون طولها 4، وقد تكون الممحاة أصغر أو أكبر. إذا الممحاة التي أمامي طولها كم؟ 2 من المكعبات. أحسنتم يا أصدقائي. والآن ننتقل إلى الصفحة المقابلة، صفحة 306، تدرب مستقل. هيا بنا نقص طول هذه اللعبة. 1 2 3 4 5. ها، كم يا أبنائي؟ إنها 7 مكعبات، وقد تختلف
حسب حجم المكعبات، ممكن 20، ممكن 15، وممكن تكون مكعبات أكبر من هذه يكون العدد 5 أو 4 حسب حجم المكعبات التي نقيس بها. أحسنتم. هيا بنا نقيس هذا الصمغ. كم؟ 1 2 3 4. إذا طول هذا الصمغ كم؟ 4 مكعبات. بارك الله فيكم يا أصدقائي. ما أسهل درس اليوم، إنه درس سهل، والرياضيات أيضا مادة سهلة ممتعة. بارك الله فيكم يا أبنائي. لقد حققنا هدفنا لهذا اليوم، وهو قياس طول بعض الأشياء باستعمال المكعبات التركيبية. في الختام يا أصدقائي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، وأن يفتح عليكم، وأن يشرح صدوركم، وأن يجعلكم قرة عين لوالديكم. وإن شاء الله العام القادم نراكم في الصف الثاني، وتكونوا كبرتم وتصومون شهر رمضان. بارك الله فيكم يا أصدقائي، وربي يجعلنا وإياكم ووالديكم من عتقائه من النار ومن المقبولين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع السلامة يا أصدقائي.